أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية تقريرها ربع السنوي عن أشهر أبريل ومايو ويونيو لهذا العام بشأن الوضع الحالي للحريات السياسية والإعلامية في مصر. وقالت المؤسسة في تقريرها إن إجمالي انتهاكات الحريات خلال تلك الفترة بلغ 29 انتهاكا. قمع استباقي، هكذا يصف تقرير حقوقي أوضاع حريات الفكر والتعبير في مصر. مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقول إن الربع الثاني من العام الجاري لم يختلف كثيرا عن الربع الأول من العام ذاته. بالرغم من انخفاض الانتهاكات التي وثقتها المؤسسة، إلا أن الغوص في تفاصيل كل ملف يقود إلى استنتاجات مهمة. 11 حكما قضائيا في 5 قضايا، بعضها نهائي تجاه عدد من المواطنين والمواطنات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير بصور مختلفة. أحكام تصفها المؤسسة بالخطيرة على واقع حرية التعبير بشكل عام، وتشكل اختلافا نوعيا عن انتهاكات الربع الأول بحسب المؤسسة. قضايا حرية التعبير الرقمي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حازت نصيب الأسد في الأحكام القضائية، من بينها الحكم النهائي على الباحث أحمد سمير طنطاوي بالسجن 4 سنوات، وهو الحكم الذي اعترض عليه الباحث المعتقل بإضرابه عن الطعام. هنا صورة أخرى، بدونها لا يكتمل مشهد أوضاع حرية الفكر والتعبير في مصر. البرلمان المصري يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام القانون، الفصل بغير الطريق التأديبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مقتضيات الأمن القومي، الإخلال بالواجبات الوظيفية، هذه بعض الحالات التي قد يفصل بسببها الموظف. في المقابل تصف مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الصياغة بالفضفاضة جدا وغير محددة، وتمثل انتهاكا صارخا للموظفين العموميين في التعبير عن الرأي وفقا لتقرير المؤسسة. الشوارع والميادين على ساعتها كان لديها حظ في الرصد والتدوين، وبحسب التقرير الأجهزة الأمنية انتهكت خلال الربع الثاني حق المواطنين أفرادا وجماعات في ممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة. رسائل ومناشدات بعثها التقرير في طياته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى البرلمان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حاثا الجميع من أجل تحسين أوضاع حقوق الفكر والتعبير في مصر. وللمزيد ينضم إلينا من إسطنبول السيد شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد شريف. بداية، كيف رصدتم هذا التقرير الذي أصدرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، و ما هي النقاط التي تؤشرون عليها، أهم النقاط؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. أنا في تقديري أنه هذا التقرير هو تقرير كاشف عن الأزمة اللي بتعيشها الحريات الإعلامية في مصر وهيمنة الدولة على مقاليد الإعلام، بالإضافة إلى غياب الجهات النقابية المفترض أن هي مسؤولة تدافع عن حريات الإعلام زي نقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين، خاصة في المجلس الأخير لنقابة الصحفيين. في الحقيقة أشار التقرير لعدد من الملفات المهمة، منها حرية التظاهر والتجمع السلمي وحجم القيود التي تضعها الدولة أو أجهزة الإدارة على هذا الملف بموجب قانون التظاهر أو بموجب الدور القوي للأمن في منع هذه التظاهرات، زي ما حصل في مظاهرة نادي الصيد، أهالي نادي الصيد اللي اعترضوا على محاولة إجلائهم من مساكنهم وإرسالهم إلى أماكن أخرى، وتم القبض على تقريبا 30 واحد من أهل المنطقة وعرضهم على النيابة وحبسهم بموجب أوامر النيابة العامة. طيب. بالإضافة إلى يعني برضو حجم الانتهاكات اللي تعرض لها هذا الحق في أثناء الاحتجاج على قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في شهر مايو، وإنه عدد يعني كان الآن لا يسمح حتى بوقفة مواطن في ميدان التحرير يحمل علم فلسطين وفي
فيتم القبض عليه تم في كتير من الحالات. بالإضافة إلى أنه في الحقيقة التقرير يتكلم بشكل ممتاز حوالين دور النيابة العامة في فرض وصيتها على الآراء التي تعرض عبر وسائل السوشيال ميديا، وخاصة عبر تطبيقات معينة زي التيك توك أو لاكي، والأحكام القضائية. يعني إحنا عندنا 11 حكم قضائي، منهم 5 أحكام قضائية على فتيات التيك توك في خلال هذه الفترة، إلى جانب أحكام قضائية أخرى زي الحكم اللي أشار ليه التقرير على الطالب أحمد سمير صنطاوي، وده متعلق بحجم القيود برضو على الحريات الأكاديمية يعني بالنسبة للباحثين. ولكن اسمح لي هنا في المقاطعة، جامعات خارج مصر سيد شريف، ما تبرره ما يبرره الجانب المصري بأن الأحكام الصادرة بحق يعني الفتيات ومراقبة الإنترنت يأتي لضرورة حماية الأخلاق والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. شوف، احنا عندنا نص في الحقيقه برضو من نصوص الفضفاضه جدا في القانون صدر في 2018 خاص بوسائل المعلومات، اللي هو النص الخاص بالاعتداء على القيم ومبادئ الاسره المصريه. في الحقيقه النص ده ملوش اي سوابق قبل كده في التشريعات المصريه، وهو نص ايضا فضفاض ويمكن ان يعني يتم احاله اي شخص به للمحاكم واصدار احكام عليه. بالاضافه الى انه في مثلا في موضوع التيك توك يعني في احكام من محكمة الجنايات ببراءة نفس الفتيات دول لما أحيلوا ليها ويتم يعني أو تم براءتهم أمام المحكمة الاقتصادية، ثم تم إحالتهم محكمة الجنايات بنفس الاتهامات تقريبا وبنفس الفيديوهات اللي تم إحالتهم بها وأخذوا أحكام. فأنت حتى عندك هنا تناقض في نفس أحكام المحاكم. ففي الحقيقة موضوع التعاون مع التيك توك أنا في تقديري يعني في جانب كبير من التعسف اعتمادا على النصوص التشريعية، أنا رأيي في يعني في وضوح جدا في عدم دستوريتها يعني، وفي دفع طبعا وفي دفع متقدم أمام المحكمة بعدم دستورية هذه المادة بالتحديد اللي هي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية. بالإضافة لأنه حتى التقرير بيتكلم عن أنه الصحفيين بتعرض الصحفيين لحجم كبير من الانتهاكات من أجهزة الإدارة، يعني بعدها مثلا من وزارة الصحة يعني منع الصحفيين من حضور بعض الأنشطة الخاصة بافتتاح وزارة الصحة لأنشطة معينة، إنه مجرد إنه صحفي يعني بيروح يزور والدته وهي مريضة في المستشفى بيكتشف تعرضها لإهمال صحي ومعاه بعض الصحفيين الآخرين فبيصوروا حالة الإهمال، يتم إحالته من محكمة أمن الدولة ويصدر عليهم حكم قضائي. يعني شوف حجم الانتهاك هنا، إنه فكرة إنه الناس تعبر عن وجهة نظرها ورأيها على الفيسبوك أو السوشيال ميديا بشكل عام، حالة القبض على السفير يحيى نجم، السفير السابق بالخارجية يحيى نجم، وإحالته القضاء لمجرد أنه عبر عن رأيه في موضوع مثلا زي سد النهضة أو غيره. ففي الحقيقة ملف حرية التعبير في مصر كاشف على أنه في عدم رغبة بشكل مطلق على أنه حتى فكرة أنه مش بس الشخص الناشط السياسي أو الصحفي أو ده المواطن كمان عندما يعني اتضحت الفكرة والصورة. شكرا جزيلا لك من إسطنبول سيد شريف هلالي، المدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.